السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافت. في البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى ما تنسون اللايك والتعليق على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. استخدمت تيشيرت رجالي، وبالنسبة للباترون تقدرون تعدلون عليه، مثلا تزيدون فتحة الأرجل وكذلك بفتحة الرقبات تصغرونها أو تكبرونها، وعند الخصر تقدرون تزيدون الطول أو تصغرونه، مثلا تقصون الخصر وتلزقونه على بعض يصير أصغر أو تزيدون المساحة. وهذا الجزء الخلفي من الباترون، نقدر نصغر فتحة الظهر أو نزيد بفتحة الأرجل أو نقص الخصر ونزيد قطعة بحيث إنه يكون أطول الباترون أو نقصره، وهذه القطعة توضع أسفل المايور. وهذا شكل المايو بعد ما نخيطه، بحيث اننا نثبت القطعة هذه اسفل المايو او بوسط المايو. راح استخدم مغاط لفتحة الأرجل والرقبة من الأمام ومن الظهر. استخدمت تيشيرت XX لارج رجالي. تقدرون تستخدمون أي تيشيرت عندكم بحيث إنه يكون مقاس كبير.
بالنسبة للقطعة الصغيرة اللي تخيط أسفل المايوه، استخدمت تيشيرت قطني قديم. تقدرون تستخدمون أي قماش عندكم قطني، أو مثل ما استخدمت تيشيرت قديم. أخيط الجزء الأمامي مع الجزء الخلفي مع القطعة الصغيرة أسفل المايوه. الحين راح أركب المغاط على فتحات الأرجل وبعدها فتحة الظهر والأمام، واستخدمت غرزة الزجزاج لأنها هي الأفضل في تركيب المغاط. Thank you.
شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، واتمنى ما تنسون اللايك والإضافة.